أيها المسلمون، إن من أهم الأسس والضوابط لبناء شخصية صالحة في الإسلام حسن اختيار الزوجين. فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حسن اختيار الزوج: من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال في حسن اختيار الزوجة: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها ولحسبها ولديننا. ثم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم من عادات الناس أن المرأة تنكح لهذه الصفات. ثم يأتي الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: فاظفر بذات الدين كذبت يداك. لذلك قال علماء التربية أن دور الأم يسبق دور الأب في تربية الأبناء. وكما قال الشاعر: الأم مدرسة إذا أعددت